السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مره اخرى فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وراني مازال في العربيه. الجو زوين تبارك الله، والطبيعه كلها خضراء ما شاء الله، والشميشه الجو راه مشمش كيف ما كتشوفوا معايا، والازهار والطبيعه وكل شيء خضر تبارك الله. يعني انسان ما كيسخاش مره انه يمشي. المهم اليوم بغيت ندير لكم هذا الفيديو، هذا غنهضر لكم على واحد الموضوع، هو يعني النحل، كيفاش تختاروا العسل اللي بجوده مزيانه، وكيفاش تعرفوا ان العسل راه ماشي عسل حر، يعني ماشي عسل طبيعي 100%. المهم هاد المعلومات هادو خديتهم من عند الاب ديالي، سولته مزيان باش ندير لكم هذا الفيديو هذا، حيت انا ما عندي حتى شي درايه بهذا الموضوع، والاب ديالي هو اللي مربي النحل كما كتشوفوا معايا هنايا. المهم هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم فيه بعض المعلومات وبعض النصائح، خليكم معايا حتى التالي. وكما كتشوفوا معايا انا قربت لكم بالكاميرا، كاين النحل كيدخل وكيخرج كيجيب يعني الماكله. وبالنسبة لهاد النحل اللي كتشوفو كيدخل دابا كيتسمى النحلة الشغالة، وكاينة ملكة النحل اللي هي السلطانة اللي كتكون داخل، غير وحدة اللي كتكون، وبقية النحل هما اللي كيشتغلوا، يعني كيجيبوا الماكلة من برا. وكما كتشوفو معايا، معرفش واش كيبان في الكاميرا ولا لا، راه كيجيبوا يعني الألوان ديال الأعشاب الطبيعية كيهزوها يعني في رجليهم. انتما كما كتشوفوا معايا، نحاول انني نقرب لكم الكاميرا. وكل نحله يعني كتجيب واحد النوع تاع العشب كترعى عليه. وكما كتشاهدوا معايا يعني الطبيعه تبارك الله كلها يعني خلابه، وطبيعه يعني فيها اعشاب متنوعه تبارك الله ما شاء الله. والغابه حتى هي انا غنوريكم الغابه، ومازال يعني كاين الغابه ديال هذه الغابه ديال العرعار خضراء، وكاين الغابه ديال البلوط حتى هي كاينه، يعني مازال شويه بعيده على هنايا، غير يعني ما كتبانش من هنا، حتى هي كيرى عليها النحل. يعني الطبيعه يعني متنوعه فيها تبارك الله الاشجار من كل انواع، كاين الكاليتوس حتى هو كاين، ها هو كاين لتحت كتشاهدوه معايا، حتى هو كاين، حتى هو كيرى عليه النحل. غنحاول انني نقربو لكم بالكاميرا شويه. هاد الشجر هذا ديال الكاليتوس كاين مازال فوق عاوتاني، وبقيه الاشجار الاخرى راه كتشوفوا معايا ديال العرعار، وكاين حتى الزعتر، وكاين الدرغموس. الدرغموس كيتواجد هنايا، هنا في هاد البلاصه هادي، يعني العسل تبارك الله طبيعي. مربي في هذا الجبح هذا اللي وريتكم راه كيكون عسل بيو 100%، وكيكون كيصلح للدواء يعني مزيان، ماشي بحال العسل اللي كيكون معلف كيعطيوه مثلا الاكل، كيعطيوه السكر وكيعطيوه الزعتر، يعني ما كيكونش متغذي على جميع انواع الاعشاب. وواحد النقطة يعني مهمة بالنسبة للعسل اللي كيكون بيو وطبيعي 100%، راه كيكون يعني مربي في هذا كيقولوا ليه الجبح، كيكون مصنوع من الشجر ديال البلوط. هانتوما كما كتشوفوا معايا كيحيدوه من الشجرة، كيحيدوا ليه هاد القشرة هادي، ها هي كما كتشوفوا راه مفتوحة من هنا من الجناب، وكيربطوها هكا بشي سلك، وتيسدوه يعني بالطين كما كتشوفوا معايا، معرفتش واش كيبان ولا لا. وبالتالي كيربيو فيه النحل، كيعيش مزيان فيه، وكينتج يعني العسل مزيان. وكما كتشوفوا معايا راه هو هذا، ولكن هذا مازال خاوي، يعني بغيت نوري لكم وقديم، يعني هذه الطريقه هذه راه معتمدينها قديمه، اللي كانوا كيعتمدوها الجدود ديالنا. اما الطريقه ديال دابا راه ولاو كيديروا الصنادق اللي هما هادو، ها هما كما كتشوفوا معايا الصنادق اللي مربعين، هما اللي حتى هما مزيانين، يعني طريقه جديده اللي ولاو كيربيو بها النحل في هاد الصنادق هادو. اما هاد الطريقه هادي اللي وريتكم ديال هاد الجباح، كيسميوهم الجباح، اللي هي القشره ديال الشجر ديال البلوط، طريقه يعني تقليديه قديمه،
هي اللي وريت لكم دابا ديال الفرشي. كما قلت لكم هذه الطريقه هذه ديال الفرشي اللي معروفه يعني كيعرفوها الناس كاملين، يعني اغلبيه الناس راه كيعرفوها، اللي في الباديه راه كيعرفوا هاد الطريقه هذه ديال تربيه النحل في هاد الجبح هذا اللي مصنوع من القشره ديال البلوط، وطريقه زوينه وكتنتج العسل يعني مزيان. العسل كيكون حر طبيعي يعني 100% ما فيهش يعني الشك. وبالنسبة لفوقاش يعني فوقاش كيتم استخراج العسل من شهر 7 لشهر 10، يعني كيكون العسل واجد في الصندوق هذيك الساعة كيستخرجوه العسل. وبالنسبة للوقت اللي كيفرغ فيه النحل يعني كتزاد عنده مثلا كما تنقولوا خلية، كتزاد خلية كتعود بوحدها كما كتشوفوها هما كاينين هادو خاويين، ولكن لاش حاطينهم هنايا؟ حاطينهم باش ملي غادي تخلق واحد الخلية أخرى ديال النحل كتلقى هادو خاويين واجدين، إلا ما لقاتهمش كتمشي كتهرب صافي، يعني ما كتبقاش هنايا، خاص ضروري يكونوا هادو محطوطين هنايا وخاويين باش الوقت اللي غادي تزاد شي خلية أخرى ديال النحل كتلقى هادو خاويين وكتدخل فيهم، يعني فيهم كي صافي كتبرك وكتبقى كتنتج العسل. لأن بزاف ديال الناس كيبغيو ياخذوا مثلا العسل ولكن ما كيعرفوش كيفاش يختاروه مثلا للدواء. أول حاجة العسل اللي غيكون مزيان وغيكون كما نقولوا بجودة عالية خاص يكون النحل، يعني الناس اللي غتاخذوا منه عندهم هذاك العسل خاص يكون النحل اللي عندهم كيتغذى على الطبيعه، يعني خاصو يكون كيتغذى على الاشجار. دابا راه كاين كما كتشوفوا معايا الازهار كلشي، يعني الدنيا زينه تبارك الله خضراء، خاص النحل يكون كيتغذى على الطبيعه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الاشجار وكلشي دابا كلشي خضر. هذا هو العسل اللي خاصكم تاخذوه ديال النحل اللي كيكون كيتغذى على الطبيعه. العسل الحر كيف ما قلت لكم راه كيكون باين، يعني كيكون النحل ديالو كيتغذى على الاعشاب ديال الطبيعه، ما كيكونش كيتعلف مثلا كيحطوا ليه السكر وكيحطوا ليه مثلا كاين اللي كيحط ليه الزعتر وداك الشيء كيحطوا ليه قدام وهكا باش كيبقى ياكل داك السكر كيتغذى عليه. هذاك راه ماشي عسل، راه بحال غير ديال السكر ما زايده فيه حتى شي حاجه، ماشي عسل حر. المهم كان هذا هو الموضوع ديال اليوم ديال العسل. المهم نتمنى نكون ان شاء الله فدتكم شي شويه، واخا ما عنديش درايه كبيره يعني بهذا الشيء ديال النحل، غير الاب ديالي هو اللي سولته خديت منه هذا الشيء هذا اللي قلته لكم. نتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا عرفتوا يعني العسل اللي يمكن لكم تشريوه غيكون يكون كما نقولوا 100% عسل حر.